السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتواجد اليوم في باليهونيز في أقصى غرب إيرلندا لنقوم بتغطية لهذا المسجد الذي يعتبر أول مسجد بني في إيرلندا سنة 1987. هذا المسجد قد سبقه طبعا بعض المصليات في دبلن، لكن كانت مصليات فقط. حتى دبلن موسك اللي هو ساوث سيرك رود هذا كونفيرتد، تغير، كان كنيسة وتغير سنة 1983. وطبعا كلونسكي موسك حتى 94 وانتهي من بنائه ربما سنة 1996. لكن هذا المسجد بني على هيئة مسجد هكذا بهذه القبة، وهذا شيء 1987. لأن هذا التاجر الذي ترونه هناك، هذاك البيت الذي ترونه هناك، هذا يعود لتاجر مسلم كان عنده مطعم، كان عنده مجزرة للذبح هنا في هذا المكان، فجاب عمال في هذاك الوقت يعني وبنى لهم هذا المسجد. فهذا هو الموضوع، ممكن نعطيكم تفاصيل أكثر من بعد. المصلون بدأوا يتوافدون على المسجد لصلاة الجمعة. وهذا هو المصلى الخاص بالنساء. وهذا موقف السيارات بعد صلاة الجمعة. السلام عليكم، حياك الله اخي محمد، كيف حالك؟ طيب؟ الحمد لله، الحمد رب العالمين، ما شاء الله، الله يحفظكم. يا اخي قل لي، ماذا يميز هذه البلدة باليهونيس عن باقي البلدات الموجودة في انحاء ايرلندا؟ اول شيء اهلا وسهلا فيك، نورت باليهونيس. الله يحفظك اخي، شكرا. باليهونيس معروفة انه يمكن البلد الصغيرة الوحيدة في ايرلندا نص السكان مسلمين، ما شاء الله.
عدد السكان بدي المسلمين وصلوا لهنا بال 1970 اول عيله كانوا عيله باكستان وصلوا، بعدين بالثمانينات بدوا بالعائلات السوريين، ثلاث عائلات بدت، واحد منهم كان والدي وعمامي انتقلوا من سوريا من حلب لايرلندا ما شاء الله. الله من بعد بال 2000 تقريبا 2000 بدت الاقربين الباكستان والسوريين يجوا لعنا هنا. بعد الحرب طبعا زاد العدد. صحيح صحيح. عرفت كيف؟ صحيح. وهلا الحين انا عندي عائلتي من عائلة والدي وعائلة امي كلهم في ايرلندا. ما شاء الله. عندنا يعني عدد السكان انا من عائلتنا بس السوريين يمكن فوق 300 400 شخص. لا اله الا الله. في بليون. ما شاء الله. الله يحفظكم. الله يسلمك ويحميكم يا اخي. بارك الله فيك. وش؟ ايوه وفي هالفترة هاي ال 40 سنة مثلا. نعم. احنا اولادي اخوتي والدين ولدوا في بليهونس او في كاسلبار. الجيل الثاني توسع، عرفت كيف؟ نعم. وهلا بدينا بقى الدروس العربي والامام لقمان شيخ لقمان من السودان كمان، اصلا من السودان صار له هيك فتره سنه سنتين معنا. نعم. كمان يكلمك على هالانشطه اللي نحن نسويها عندي لقاء معه. بالنسبة للسوريين عن بزنسز يعني اور اون بزنسز ما شاء الله. اوكي. وصلنا كمان فترة العشرين لثلاثين سنة كمان نشتغل، صلنا في هالمنطقة هاي. الصيانة طبعا الجاليات العائلات السوريين والباكستان المسلمين نحن مستلمين المينتنس كما يقولوا مثلا، عرفت كيف؟ تعال المسجد ما شاء الله. الحمد لله صلنا من خمس سنين عم نساوي دائما يعني ايفنتس وكولتر نايتس في البلد هنا وسط البلد. ايوه وعندنا كونكشن يعني قويه معهم، دائما يكون في نشاطات جديده وهالاشياء هاي. وبريد دائما يعرفوا انه بليهونس الحمد لله بتحب تستقبل كل الناس المسلمين بكل ايرلندا يعني. الله يحفظكم يا اخي، بارك الله فيك. الله شكرا سلك. الله يجعلها في ميزان حسناتكم. شكرا اخي. شكرا اخي محمد. شكرا يا عبد الرحمن. الله يحفظك. السلام عليكم. How are you brother عبد الرحمن؟ وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. I'm good. How are you brother؟ I'm good. Good. بارك الله فيك. Can you tell me the history of the Muslim population in Ballyhonis or what's the history of this mosque actually here? So basically it all started with my uncle Sheikh Muhammad Rafiq. He's a very popular figure in Ireland. Started around late 1960s and early 70s, and he was a very big business tycoon throughout the 70s, 80s and 90s. MashaAllah. The Don when he came here? 1970? Around, it was late 1960s, 70s, oh, okay. Early 70s. It's been over 50 years that you know, we only recently celebrated 50 years of Muslim population in Ballyhonis. MashaAllah. So we have been here for over 15 years now in Ballyhonis. 50 years? Yes. Yes. So as I said, he was a business tycoon. It was a big business empire. Started with Don Meat, that is now it was Halal Meat Packers. Oh, yeah. When he began, and he was the one alongside the family to build this mosque. He took the initiative to make the first purposeful built mosque in Ireland. As you can see, this is the first purposeful built. So mosque. He built it. Yes, he built it. MashaAllah. The family. MashaAllah. So that's how it started, and I think it was in the 80s that this mosque came into existence, and it's just been here for the 1987. Population. Yes, 1987. So and it's been around for the population, and throughout the years the population has increased. As I think Muhammad brother was mentioning, 1/4 of the population in Ballyhonis is Muslim population. 1/4 of the Ballyhonis population is Muslim. I won't be surprised if it is a little bit more, because half, there are over half. It's over 100 families, 120 families that lives here are Muslims. Okay. And the whole population of the town is probably 2,500. So that's where we are at the moment. We have a beautiful mosque that a lot of people come and obviously pray their prayers here. جزاك الله خير برادر عبد الرحمن، بارك الله فيك. شكرا. ثانك يو. السلام عليكم ورحمه الله. نتواجد اليوم في بلده باليهونيس في المسجد التاريخي هنا الذي بني سنه 1987 مع الشيخ الامام لقمان محمد. شيخنا
ما هي الأنشطة التي تقومون بها في المسجد هنا؟ السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المسجد به المسجد به عدة أنشطة، أولها وعظمها صلاة الجماعة، تصلى فيه الصلوات الخمس وصلاة الجمعة والعيدين. وعندكم مدرسة هنا للغة العربية القرآن في نعم الويكند ولا في أيام الأسبوع؟ نعم، لدينا مدرسة لتدريس اللغة العربية، ويدرس الطلاب يوميا من الاثنين إلى الخميس، من الاثنين إلى الخميس من الساعة الخامسة إلى السابعة مساء. طيب، وبالنسبة لصلاة الجمعة يعني كم تقريبا عدد اللي يصلوا عندكم هنا؟ بالتقريب 300 شخص أو 350 شخص تقريبا. وما شاء الله. وكم تقريبا حسب الإحصائيات اللي تسمع عدد المسلمين هنا في باليهونيس تقريبا؟ مش بالضبط يعني، ليس لدي علم دقيق بالإحصائيات، لكن لدينا تقريبا 120 أسرة. 120 أسرة. بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خير، أحسن الله إليك. سلام وجزاكم عليكم. السلام عليكم. عليكم. بارك الله فيك. الله فيكم. بارك الله فيكم. هذا محل أطعمة الأصيلة هنا الحلال في باليهونيس أليبو حلب. ندخلوا نشوفوا شوية إيش عندهم. عندهم حاجات عربية هنا. أخ رامز حياك الله، كيف حالك؟ طيب الله يحفظك يا أخي. قل لنا إيش عندكم هنا، إيش الأغراض اللي تبيعوا؟ نبيع مواد عربية ما شاء الله، باكستان، آيريش، رومينيان. هلا كل أطعمة وكله حلال فود ما شاء الله. الله يحفظكم يا اخي، السلام. بارك الله فيك، شكرا يا اخي. ناخذ الصور شويه، شكرا. سلام عليكم. شوف الاغراض هنا، يبيعوا كل شيء ما شاء الله. عندهم حتى اللحم هناك الداخل. احنا اخذنا جوله سريعه وخلاص في المكان هذا.